فقراتنا مشاهدينا مع الآنسة هبة رصاص أخصائية تغذية، وراح نحكي عن تغذية الحوامل وكيف ممكن الحامل أنها تحافظ على غذائها. في منهم بكونوا بأول 3 شهور من الحمل بيعانوا من الوحام وبيعانوا من قلة الأكل والقيء وما إلى ذلك، فراح نحكي أكثر ونستفسر أكثر من هبة رصاص أخصائية تغذية حول أهمية الغذاء وكيف ممكن كل سيدة هلأ حامل عم بتتابعنا انها تقدر تغذي نفسها عشان يطلع الطفل سليم وهي سليم ان شاء الله. صباح الخير هبه. صباح النور فاتن، اهلا وسهلا فيكي. اهلا. هلا بالبدايه نعرف ما هي اهميه الغذاء اللي لازم تتبعه اي حامل، نحكي من الشهر الاول بعدين ننتقل. أكيد خلال فترة الحمل الجسم يعني بتغير، الهرمونات للحمل بتختلف، فهذا كله بهيئ المرأة الحامل إنها تعد نفسها وتهيئ بيئة مناسبة، يعني حتى من قبل الحمل في الأشهر الأولى، يعني اللي عندهم زيادة وزن ضروري يراعوا مثلا يتخلصوا من الكيلوات الزايدة قبل، يعني فترة تحضيرية قبل فترة الحمل. بتكوني عارفة انها بتحمل وبتخفف. تحاول انها تتخلص من الكيلوات الزايدة عندها، حتى النحاف مثلا يغذوا نفسهم بالفيتامينات، اكل متوازن، يزيدوا حصص شغلات مهمة يعني من خلال طبعا. الاكل. فخلال الحمل ضروري يعني هي كمان معدل انها ما تزيد اعتماد على طولها ووزنها خلال طول فترة الحمل، إنها ما تزيد أزود من يعني بتراوح من 11 كيلو ل 13 كيلو، هذا أكثر شيء. هذا خلال كل فترة الحمل. طبعا هي فروقات من جسم لجسم اعتماد على الوزن، على الطول، على نشاطها، حركتها. هلأ دايما كمان كل ما كانت الست نحيفة بتكون عرضة إنها تزيد أكثر خلال الحمل. يعني مثلا الستات اللي عندهم البادي ماس إندكس قليل، أندر ويت بيكون، اللي هو الوزن على الطول مربع، وأقل من المطلوب. إذا كان أقل مثلا من 18 ضروري يعني هي يعني بحدود ممكن توصل ل 15 كيلو، 13 ل 15 كيلو. كل ما ارتفع البادي ماس اندكس مؤشر كتلة الجسم يعني عندها زيادة وزن وسمنة، كل ما دليل انها يعني ما تزيد زيادة وزن كتيرة. فلما تكون المرأة سمينة لازم ما تتعدى ال 9 كيلوات، مش اكتر من هيك خلال فترة الحمل. حلو. وضروري زيادة تكون يعني تدريجية. مثلا خلال الثلث الأول من الحمل تزيد بحدود 2 كيلو بالشهر الأول والثاني والثالث، بالشهر الرابع ممكن إنها تزيد كيلو واحد، وعلى مدار الشهر الخامس والسادس والسابع والثامن ممكن إنها تزيد بحدود 2 كيلو على مدار كل شهر، لنوصل للشهر التاسع بحدود كيلو واحد، وهيك زيادة طبيعية بحدود 12 كيلو. عشان كمان وزن البيبي بيأثر كمان. أكيد بالضبط. لما كل ما زادت وزن بيأثر ضغط إسموزي الجنين، ضغطه الإسموزي على الست بيأثر، بتكون عرضة لأمراض الضغط، سكري الحمل، كل هاي المشاكل، حتى عملية الولادة بصير فيها صعوبات. طبعا معناته أنت ما بتشجعي أي سيدة حامل أنها تزيد عن المطلوب، لانه يعني في منهم بزيد 30 كيلو 35 كيلو بيعانوا من زياده الوزن، وممكن مع وزن البيبي يعمل عندها ثقل وتعب وهي الامور. اكيد بسبب لها مشاكل، صعوبات في الحركه وزياده وزن كبيره يعني، فمش ضروري انها تراقب نفسها هاي الفتره، تتجنب الدهون، الاطعمه المقليه، الحلويات، الاشياء الدسمه اللي ممكن انها تزيدها وزن يعني. صحيح. طيب اكيد هبه الكل بيعرف والسيدات اللي عم تابعونا بيعرفوا انه في فتره وحام عند بعض السيدات، هي أول 3 شهور، كيف ممكن إنها يعني تغذي نفسها لأنها بتضلها عندها قيء مستمر وغثيان؟ أكيد. فإيش طبيعة الغذاء المفروض إنها تتبعه؟ أهم شيء المرأة الحامل تركز بالنسبة للفيتامينات اللي بتحتاجها، فعندنا حامض الفوليك، الفوليك أسيد اللي هو بي 9، طبعا هذا بيكون موجود بالخضروات الورقية الخضرة الداكنة الغامقة اللي لونها أخضر، مثل الجرجير، السبانخ مثلا، عندك البروكلي كمان، البروكلي بالضبط كتير غني بي 9، هذا الفليفلة، الفليفلة ممكن كمان، كمان موجود بالحمضيات، موجود بكمية منيحة، وكمان منلاقيه كمان بالقمح الكامل وبالحبوب.
طبعا هذا الفوليك أسيد. الفوليك أسيد نعم مهم إنها تاخده وتبلش بأخده حتى قبل فترة الحمل، تاخذ حبوب يعني. ممكن تضطر إذا مع استشارة الطبيب يعني تلجأ للحبوب، لأنه هو بمنع حدوث يعني تشوهات جنينية، صحيح، أمراض الجهاز العصبي، الحبل الشوكي، للدماغ، للطفل. ومنفضل إنها تاخده قبل فترة الحمل كمان الفوليك أسيد، علشان دايما الجنين يعني هاي التشوهات ممكن إنها تحدث أول 28 يوم من بداية الحمل، فضروري إنها تكون موفرته بالفترة الأولى قبل حتى حدوث الحمل. حتى نفس الحامل لازم هبة تنتبه للهرم الغذائي، أكيد يعني كل واحد يكون عندها. أنا دائما بكرر في كل فقرة تغذية أكيد. إنه الهرم الغذائي نركز عليه ضروري، هي ضروري انها يعني تزيد حصص الخضار، الفواكه، تاخذ بمعدل يعني 5 ل6 حصص فواكه وخضار على مدار اليوم، وتزيد حصصها من الحليب والاجبان والالبان. هاي النشويات والكربوهيدرات، النشويات ما في داعي انها تزيدها لانها راح تؤدي لسمنه بالنسبه لها، صح. وتراعي دائما وجبات عديده متنوعه وخفيفه، تكون يعني بحدود 6 وجبات على مدار نهارها كامل، لو كل ساعتين اخذت لها وجبه خفيفه، صح، هيك ما بتشعر بانها تقلت، بتبطل انها حاسه بزي ما قلت الغثيان والتقيؤ وهي الاشياء لما هي ما تتقل بوجبه واحده. يعني كل ما جزأت وجبات صغيره وخفيفه على مدار يومها بساعد جسمها انه ما يحصل لها مشاكل غثيان، تقيؤ، حموضه، كمان ممكن انه تواجهها مشكله الحموضه، صحيح، خصوصا الحوامل بصير الحموضة عندهم عالية، فلازم يعني السبب هو ضغط الجنين على المعدة، بالضبط بيكون ضاغط عليها فبصير زي ارتداد أو مريئة. هي بهاي الحالة كمان فاتن ممكن إنها الصبح يعني تجيب قطعة بسكوت أو أرشلة، تحاول دائما تخليها جنبها حتى قبل ما تصير هاي الأعراض، إنه بمجرد ما تاخد إشي زي هيك قطعة بسكوت أو قطعة أرشلة بتمتص هاي الحموضة الزايدة. ممتاز. طيب هلأ زي ما في أغذية لازم تتبعها وتأخذها، أكيد في مأكولات ممنوعة تأخذها الحامل، أكيد. فشو رأيك نركز على هذا الموضوع؟ أكيد فاتن. هلأ هي طبعا خلال الحمل مناعة الست الحامل بتقل، بتصير عرضة يعني للفيروسات، للبكتيريا، حساسة يعني جسمها بيصير حساس كمناعة قصدك؟ مناعتها شوي بتنزل، صحيح، فعشان هيك ضروري تكون هي واعية الأشياء اللي بدها تأكلها. مثلا عندنا الأسماك، الأسماك ضروري الحامل يعني ما تزيدها حتى تتجنبها خلال فترة الحمل. الأسماك كونها عندنا بعض أنواع الأسماك محتواها من الزئبق عالي، والزئبق طبعا مادة سامة، ممكن بعض الأسماك، بعض الأسماك. طب كيف بدها تعرف تختار؟ هلأ هي الأسماك معظمها بتكون عالية المحتوى من الزئبق. في عنا سمك بسموه الأسقمري، وسمك الرنكة، وسمك أبو سيف. هدول الثلاثة أكتر شيء فيهم نسبة زئبق عالية، يعني تمنعيها من عباد تاخد منهم خلال فترة الحمل تتجنبهم. ممكن هلأ بالنسبة للتونة والأسماء المأكولات البحرية، يعني عندنا الجمبري، الكلماري، الكلماري، هاي الشغلات تاخدهم بس مش بكمية عالية، معدل يعني حصة بالأسبوع لحصتين مش كتير يعني، عشان مادة اليود كمان بتساعد أكتر للغدة. أكيد أكيد. يعني هدول محتوى الزئبق قليل بالنسبة، صح، للأسماك التانية، فعليها هي تراعي نقطة السمك بتناوله. تاني شيء عندنا اللحوم اللي هي مش مطبوخة بطريقة صح، يعني بتكون في عندك ناس بحبوا اللحمة تكون مستوية نص، يعني ميديوم بحكي ميديوم هاي برضو مشكلة، لأنه فيها بتكون هي عصائر فيها طبعا ما لسه بتكون دم، يعني ما بتكونش ناشفة 100%، مزبوط، بتكون دم وبتكون يعني ما تعرضت لحرارة إنها تقتل البكتيريا اللي فيها، فطبعا ضروري إنها تمنع حالها لها عن الأشياء. ودائما اللحوم إذا حبت تأكلها لحوم جاج تتأكد إنه تكون معرضة لدرجة حرارة عالية ومطهوة يعني بشكل منيح، وإنه تتخلص من ناشفة، تكون القطعة مطهوة منيح منيح.
كمان البيض بدي صح؟ بالبيض بدي اقول كمان شغله فاتن بالنسبه للحوم، عندنا كمان الكبه النيب خصوصا، في ناس هاي مش حوامل ممنوعه مرات بتكون. اكيد فيها بكتيريا ممكن انها برضه تزعجهم يعني. بالنسبه للكبه النيب، وكمان عندنا السوشي، المأكولات البحرية هاي كمان مشكلة اليابانية هاي صحيح. برضه كمان. البيض مرات بيعملوا تشوكلت موس بالبيض، مثلا مأكولات الحلويات الباردة بحطوا فيها بيض، بسمع انه هذا لازم تبعد عنه المرأة الحامل. أكيد البيض برضه كونه بيحتوي على السلمونيلا، هلا ضروري انها تتاكد من انه انطبخ قدامها عشان تاكله. اما البيض زي ما قلت اللي بيكون موجود بالصلصات الجاهزه، بالمايونيز، بالكسترد، بالكريمات، الكريمه الجاتو، بالسلطات البارده المحضره كمان بتكون مضيوف لها صلصات بتكون مرات بيض داخلين فيها منها البيض، صح. كمان تتجنبها المراه الحامل كونها بتحتوي على البيض. كمان في عندنا نقطه ثانيه فاتن بالنسبه للمعلبات، المعلبات لانه فيها محلول ملحي تحاول تقلل منها قد ما تقدر، لانه الملح المحلول الملحي خلال الست الحامل لما تاخذها برضه بيعمل احتباس سوائل بالنسبه لها. كمان ممكن يرفع ضغطها، لانه بعض الحوامل بيرتفع الضغط والسكري عندهم، بصير عندهم مشاكل مضبوط هالنوع. اكيد. وبدنا نحكي على الاجبان والالبان والحليب، خصوصا الغير مبستر، هو الغير مبستر ضروري الست كمان تبعد عن تناوله كونه يعني برضو ما بيكون وصل درجة غليان تقتل البكتيريا المؤذية للحامل، هي بكتيريا بيسموها ليستيريا، هاي طبعا مؤذية وممكن تسبب مشاكل للست الحامل. وطبعا الأجبان هاي بقصد فيها عندنا الجبن الطرية اللي هي مثل جبنة الفيتا البتيجي، هاي برضه تحاول الست الحامل تبعد عنها. الجبن البلو تشيز كمان هاي بتكون زي اللي فيها تعفن. بتكون هاي كمان مش مبسترة بطريقة صح. منيحة، ضروري انها تتجنبها كمان. هدول تقريبا معظم الأغذية اللي ذكرتيها تقريبا لازم تبعد هاي عنهم. الشغلات اللي ضروري انها تتجنبهم اكيد. وبدي احكي نقطة كمان على السوائل يا برضه، ريت طبعا. هلا الأعشاب مش منيح الست الحامل تكتر منها، خصوصا عندنا القرفه والزنجبيل كونهم حامين. حامين بنشطوا الدوره الدمويه لا سمح الله، ممكن يعني يسببوا لها اجهاض او شيء زي هيك. القرفه والزنجبيل. طيب هلا غير 3 شهور، في شهر الخامس والسادس والسابع، لازم كمان تتبع نظام غذائي ثاني مختلف؟ هي طبعا خلال المرحله كامله ضروري انها زي ما قلنا اول 3 شهور تركيزها على الفوليك اسيد وعلى الكالسيوم كونه يعني مهم جدا لإلها وللجنين. خلال ال6 أشهر الثانية برضه هي تراعي أكلها يكون متوازن، كميات معتدلة، حصص كتيرة، تكتر الكالسيوم طبعا بحدود ال4 حصص، يعني لو نقولنا تشرب 2 كاسات حليب مع قطع يعني 2 حصتين منتجات الألبان، جبنة أو لبنة او شغلات زي هيك انه توفري لها حصتها من الكالسيوم. يعني بتحتاج بحدود 1200 ملي جرام من الكالسيوم لانه صح. الجنين رح يستنزف منها من مخزونها برضه. والمشكله انه الكالسيوم كمان اذا اخذ منها رح يصير عندها مشاكل هشاشه العظام، ياثر على اسنانها، تساقط للاسنان لا سمح الله، حتى لو ما بين بوقتها ممكن يبين للمستقبل. والحديد ضروري كمان تزيد كميه الحديد اللي بتتناولها خلال اشهر الحمل كلها. صحيح. الحديد مهم، مخزون الحديد مهم لإلها، الضعف كون الدم بجسمها يعني حجم الدم للضعف صح. بيزيد للضعف بالنسبة على أساس في جنين، فضروري طبعا الدم بنقل الأكسجين للجنين وبغذيه بالمواد المغذية، فضروري الأم الحامل إنها تزيد نسبة تناولها للحديد الموجود باللحوم، بالدجاج، موجود طبعا بالبقوليات، بالحبوب المدعمة، موجود بالفواكه المجففة، موجود نسبة عالية من الحديد. صحيح. فضروري إنها هذا كمان الحديد في نقطة إنه هي ضروري توفره لنفسها على أساس فترة رضاعة 6 أشهر للبيبي لما ينولد. هلأ هو الرضاعة فهو حياخد بس حليب، فحيوفر مخزون توفر له مخزون حديد لمدة 6 أشهر للجنين.